الحقيقة القضية اللي بيناقشها المسلسل تمس أسر مصرية كتير، ويمكن من أحد التعليقات اللي جت على المسلسل من المهندسة أمل مبدي، ودي رئيس اتحاد رياضات المعاقين، وهي شافت قد إيه المسلسل بيمس بيوت كتير مصرية، وقد إيه المسلسل بيتكلم عن ولادنا المصريين بشكل كبير. هي دلوقتي معانا على التليفون. مساء الخير عليك يا باشمهندسه، وتابعتي ازاي المسلسل وايه الافكار اللي جت في دماغك وانت بتشوفي اول حلقتين من المسلسل؟ مساء الخير يا باشمهندسه، حضرتك سامعاني؟ طيب، كانت كتبت المهندسة أمل مبدي إنها كانت سعيدة جدا بمسلسل حالة خاصة وهو بيتكلم عن حالات التوحد. كتبت: أنا شفت الحلقتين ومبسوطة قوي إنه الدراما بتتكلم عن ولادنا وبتجيب قصص شبههم. طه عامل دور روعة، عامل إنه عنده توحد قدرون باختلاف، بجد برافو. طبعا معروفة باشمهندسة أمل مبدي وإن هي قد إيه يعني هي حياتها كلها مع قدرون باختلاف، وبنشوفها في كل حفلات قدرون باختلاف وهي موجودة مع الأطفال. والحقيقة إنه يعني إنها تشيد بالمسلسل، فده يقول قد إيه المسلسل حقيقي وقد إيه المسلسل يعني مقرب جدا جدا للولاد وحياتهم وقصصهم. هي دلوقتي معانا على التليفون. مساء الخير يا باشمهندسة، أهلا بيكي. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. انا وانت طيب يا ومصر كلها بخير يا رب. وحضرتك بخير. ازاي تابعتي مسلسل حاله خاصه وايه اللي لفت نظرك في المسلسل في اول حلقتين؟ بصي، انا شفت اول حلقتين الحقيقه، ويعني خليني الاول احيي جدا المنتج اللي سمى حضرتك الاستاذ طارق الجنايني على ان هم انه خليني اقول القادرون باختلاف او الاشخاص ذوي الاعاقه ان احنا بقينا بنظهرهم بالدراما بهذا الشكل المحترم، وانه لانه كان في قبل كده يعني حد عنده توحد اظهره مجرم ومش عارف، قصه كده كانت صعبه قوي يعني. فانه يعني انا امبارح كنت بتفرج على طه الدسوقي، شايفه يعني اولادي من اللي بتعامل معاهم من اللي عندهم توحد، واحد منهم نظراته وحركاته احساسه لو حد قرب منه، يعني الحقيقه هو دور يعني كمان وهم اكيد اللي انا فاهمينه يعني النهارده وانا ما حطيتها على السوشيال ميديا هذا هي يعني اخصائيه في هذا الموضوع، فواضح ان هم كمان لجأوا ليها عشان ياخدوا انها او ازاي تعامل او الموضوع معمول عن علم. فده مهم لما نيجي نتكلم على قضيه أو نتكلم على مسلسل أو على حياة بني آدمين موجودين معانا، نقرب إلى يعني أقرب حاجة إلى الحقيقة. فالحقيقة لا يعني الحلقتين اللي أنا شفتهم قد إيه ظاهرين، يعني أنا عندي ولاد من التوحد هم فعلا عندهم قدرات ربنا حباهم بيها يعني غير يعني مسبوقة يعني أو غير يعني قدرات فائقة يعني. يعني انا عندي ولد فعلا حافظ القران الكريم كله، قلت له اي ايه اي سوره يقولها لك امرها بالبر فين يعني. باشمهندسة أنا بسمع حضرتك بصعوبة، أستأذنك لو تكوني في مكان فيه شبكة تكون أفضل من كده، لكن هي الفكرة وصلت أكيد، وهو تناول الدراما للقضايا اللي بتمسنا وتهمنا، والتناول يكون بشكل موضوعي، وزي ما باشمهندسة أمل قالت إنه يعني يكون في اتصال بذوي الخبرة، وإنه زي ما طه الدسوقي عامل في المسلسل والقائمين على مسلسل حالة خاصة، كل الشكر ليهم يعني الحقيقة في تناول هذه القضية بالدقة دي. فنخلي المتخصصين يشوفوا ده ويتفرجوا ويشيدوا بالمسلسل ده، شيء مهم جدا. فهنتابع جميع المسلسل حالة خاصة جدا، وبنبارك حالة خاصة وبنبارك لكل القائمين على المسلسل، وإن شاء الله الحلقات الباقية تكون حلقات تمتعنا، لأنه الناس كلها بتتكلم على قد إيه المسلسل لطيف، ويعني في روح كده من البهجة واللطافة، وكل التعليقات على السوشيال ميديا بتقول كده. فالحلقات اللي جاية الثالثة والرابعة هينزلوا يوم الأربعاء، نتابع إن شاء الله على منصة ووتشت الحلقات اللي جاية.